السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم حبيبي في قناتكم جمالكم بالوصفة. لو انتوا أول مرة تشاهدوني فما تنسوش الاشتراك بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو، فعلوا علامة الجرس على الكل عشان يوصلكم كل إشعارات الجديدة. النهاردة هكلمكم عن تجربتي مع أمبولات ديبوفيت. كنت بستخدمها علشان كان عندي دايما دوخة، بحس ان انا تعبانة، يعني نتيجة طبعا ان انا كان عندي مشكلة في الجهاز الهضمي، ونتيجة نتيجة المشكلة دي ان كان عندي سوء تغذية ومش الاكل مش باكله كويس، فعشان كده نصحني بيها الدكتور. فبصراحة كانت من الحاجات الهيلة جدا جدا اللي استخدمتها. كانت بمجرد ما بستخدمها بحس ان انا قوية وبقدر امشي كويس، لاني طبعا مع قلة الاكل كنت هزيلة جدا، ضعيفة ومش قادرة اتمشى كويس، فكنت باخدها. بس مشكلتها شوية ان هي بتعمل حرقان. حرقان ده بيروح بمجرد يعني اقل من 3 دقايق ولا حاجة بيروح تماما. الموضوع بيختلف من شخص لاخر، في ناس بيستخدموها ما بيحصلش عندهم اي مشاكل. اللي انا عرفته بعد كده ان الامبولات دي بتستخدم علشان تعالج انخفاض مستوى فيتامين بي 12 للناس اللي عندهم سوء تغذية وعدم الحصول على حاجاتهم اليومية من الطعام، او نتيجة الامراض والادوية، او فقدان الشهية، حل مشاكل النمو الناتجة عن نقص الفيتامينات. بعض الدكاترة بينصحوا بيها في علاج الأورام الخبيثة للبنكرياس أو الأمعاء أو مشاكل وضعف الأعصاب خاصة الطرفية، أو فقر الدم الويبين، أو النمو الزائد لبكتيريا الأمعاء الدقيقة، وغيرها وغيرها من المشاكل. بس هي بشكل عام هي كويسة جدا 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 لو انت بتعاني من سوء تغذية وان انت حاسة نفسك ضعيفة. طبعا مش معنى ان انا بقول لكم تجربتي وانها هي هايلة وانها جميلة وكويسة ان انت تروح تستخدميها من تلقاء نفسك، لا، ده دواء زي اي دواء لازم تكوني تستعمليه تحت اشراف طبيب، والطبيب يكون عارف حالتك الصحية كلها بالكامل، وتخبري الطبيب عن كل الادوية اللي انت بتستخدميها سواء ادوية طبية او مكملات عشبية او حتى فيتامينات. مش معنى ان هي كويسة وبتمد الجسم يعني ان هي بتعوض فقر الدم وكده ان انت تتوقفي عن الاكل، لا، الاكل مهم جدا. حاولي ان انت تتوازني، تعملي موازنة بين الغذاء اللي انت بتاخديه، وتاكلي خضروات كتير، فواكه كتير. لو نسيتي ان انت تاخدي الجرعة فتناوليها بمجرد ان انت تتذكريها، ولو حان الجرعة لوقت تانية فخلاص ما تاخديش الجرعة الفائتة. بلاش ان انت تاخدي جرعتين في نفس الوقت عشان تعوضي الجرعة المنسية، لان ده ممكن يسبب معاكي اثار جانبية. الاثار الجانبية اللي ممكن تحدث وشائعة عند بعض لدى الجميع واللي بيشكو منها بعض المرضى انها الحساسية، الحموضة، الاسهال، غثيان عسر الهضم، الصداع. وللامانة يعني الشديدة انا ما كانش بيحصل لي حاجة من الحاجات دي، انا كان عندي غثيان عسر هضم، ده نتيجة طبعا المشاكل الصحية اللي كانت عندي من الاول، فما كانش ليه علاقة بالديبوفيت. مش معنى ان في اثار جانبية ان هي تحدث عند كل الاشخاص، دي بتبقى يعني مش كل الاشخاص بيتعرضوا لها. لو انت عندك الام في الاعصاب انصحك ان انت تعملي دايما تمارين منتظمة زي المشي 3 مرات في الاسبوع، ده هيقلل من الام الاعتلال العصبي وهيحسن قوة العضلات وهيساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم. نهاية الامر انصحكم جدا بالتغذية الجيدة، مهمة عشان تضمني حصولك على الفيتامينات والمعادن الاساسية. دخلي الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون في نظامك الغذائي، وبعض المكملات الغذائية اللي زي الأقراص، بس طبعا يكون كل ده تحت إشراف الطبيب. نهاية حلقة اليوم حبايبي، أتمنى لكم دايما كامل الصحة وكامل السعادة، وأشوفكم دايما كده على خير وصحة وسعادة. ما تنسوش حبايب قلبي زي ما دايما بحاول أفيدكم وأدور لكم على معلومات إن شاء الله تكون تفيدكم. حاولوا كمان أن تفيدوني عن طريق أن أنتوا تحطوا لايكات كتير للفيديو وشير للفيديو مع الجميع، وكمان على صفحتك الخاصة على الفيسبوك.